صلي من الليل ما شئت يا سائل عن الصلاة يا نهى، صلي من الليل ما شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. قال صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليقعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وما نهى النبي عن الزيادة على 11 ركعة، بل قد زاد وصلى 13 ركعة. الأمر واسع جدا، وصلاة النبي كانت طويلة طويلة طويلة، وصلاتك ستكون قصيرة أقصر من صلاة النبي. والعبرة في قيام الليل بزمن القيام ليس بعدد الركعات، لقول الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فالعبرة ليست بعدد الركعات، إنما بطول القيام لله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن العبرة أيضا بالزمن: أحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم سدسه.